يا الله. بلدة حمورية في ريف دمشق بعد قصفها بالطيران الحربي. تحكي الصور عن دمار وحرائق هائلة، وتتحدث الأرقام الواردة من المعارضة السورية عن عشرات قتلوا وجرحوا وعن منازل تهدمت فوق رؤوس أصحابها. يقول نشطاء المعارضة إن هذه الطائرة قد تكون هي المسؤولة عما وصفت بالمجزرة. قصف الطيران الحربي مناطق في ريف دمشق حيث يسيطر مقاتل الجيش الحر على أجزاء واسعة منه بات أمرا اعتياديا في يوميات الحدث السوري، لكن الطائرة لن تعود هذه المرة إلى قاعدتها سالمة. يقول هذا الشخص إنه من أسقط الطائرة الحربية في ريف دمشق. أما في العاصمة نفسها فتتواصل الاشتباكات والقصف في أحياء القابون والتضامن ومخيم اليرموك، ويتواصل لليوم الثاني على التوالي سقوط قذائف الهون التي استهدفت الثلاثاء قصر تشرين الرئاسي، وتسقط اليوم على منطقة البرامكة بوسط دمشق قريبا من القيادة القومية لحزب البعث الحاكم، وعلى ملعب تشرين حيث قتل لاعب كرة قدم وجرح آخرون. في درعا جنوبا حيث يحتفظ النظام بتعزيزات عسكرية كبيرة كانت الاشتباكات عنيفة، وسجل أيضا تقدم لمقاتل المعارضة الذين سيطروا على عدة حواجز في درعا البلد وفي بلدة جاسم، كما تعرضت بلدة بصر الحرير لقصف عنيف. أما في شمال البلاد بحلب التي تنام وتصحو على أخبار قصف مناطق فيها بصواريخ باليستية حسب روايات المعارضة، فقد تعرضت أحياء فيها لقصف بالطيران هذه المرة في المييسر وطريق الباب وكرم الطراب قريبا من المطار. يحاصر المقاتلون مطاري حلب المدني والعسكري منذ أيام ومطارين آخرين في ريفها، ويحاولون السيطرة عليها كخطوة أخرى نحو بسط سيطرتهم على عاصمة البلاد الاقتصادية.